بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وصلى وصلى على مساحة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين. ثم هندخل دلوقتي في حسابات أو في اللي هو الاستابيليتي تيست. تمام. دي مثلا تيبيكال من محطة إمبابة 220 على 66 على 11 وكان محول ال 220 على 66 ستار زيرو. طبعا ده كومن نيوز يعني محطات ال 220 المحولات 220 على 66 بيبقى ستار ستار زيرو 175 ميجا فولت امبير في المحطات الجديدة و 66 على 11 بيبقى ستار دلتا و 40 ميجا فولت امبير. ماشي. فده كان ستار ستار زيرو. طبعا اكيد في ترشر اتفقنا على ان طالما المحول ستار ستار يبقى اكيد في ترشر. ترشر ويندنج دي 11. طيب كان شكل بقى المحول لما انت تيجي تطلعه من السنجل لاين ديجرام لو رسيت قبليه وبعديك قال ده بارتين ال 220 والبارتين دول كانوا بارتين ال 66. تمام. ماشي كده. بارتين ال 220 هنا كان طالع على ديسكونكتر سويتش. ديسكونكتر سويتش مع ايرسينج سويتش طالع هنا عن طريق بريكر بعد كده ايرسينج سويتش بعد كده قال المحول بعد كده اعكس ده الناحيه الثانيه بقى ليه برضو بريكر سكينه وبعد كده سكينه سكينه بعد كده سكينه ارضي وادي ال 66 كيلو. كان المطلوب ان يتعمل عليه استابيليتي تيست. يعني ايه استابيليتي تيست؟ اولا يعني الاستابيليتي تيست ده ادي الاستابيليتي تيست. الاستابيليتي تيست تيست ادي المحاولة. المحاول ده بكل بساطه بيبقى قبليه بريكر هنا كده وبعديه بريكر هنا. تمام. والمفروض ده هيغذي على الشبكه فهيغذي هنا وبعد احمل على الشبكه وادي هنا ده جاي من ادي السورس يعتبر بالنسبه لي مثلا. فده لما انا اجي اقفل البريكر ده واقفل البريكر ده المفروض في النورمال ان هو المحاول يبقى شغال. لما يحصل فولت ايه انترنال المحاول ماله يفصل يعمل تريب. صح كده. طبعا القصه دي بنجيبها عن طريق الديفرنشال والريستريكت. الديفرنشال والريستريكت. الديفرنشال ان انا بيبقى عندي هنا ادي سيتهات قبلي وسيتهات بعدي وادي الديفرنشال ده ادي الريلي في النص وادي ده وادي التوصيل بتاعي. ماشي. طبعا لما يحصل فولت في بحط ده البريورتي بتاعته بحيث يبقى يديني الطرح وهكذا او مش فارقه كده كده مش فارقه احنا عارفين في بدايه الحديث. تمام. فانا المفروض لما لو انا معرف الفيكتور جروب اللي موجود في الريلي ده معرف الفيكتور جروب صح يعني في الشركه في البرايمري والسكندري ومدي التيرنز ريشيو صح بتاعت المحول والاستهاد معرف البولاريتي بتاعتها صح يعني احنا في ثلاث حاجات يعني لو ما عرفتهم صح بيبقى ايه خلاص. ما عرفتهمش صح بيبقى واحده فيهم تكفي ان يحصل مشكلة وان المحاول يطلع من الخط. ايه التلات حاجات الاهم تلات حاجات اللي انت تشوفه؟ الفيكتور جروب ان هو متعرف صح، المحاول الترنز ريشيو بتاعت المحاول متعرفه صح، الحاجة التالتة البولاريتي بتاعت ايه؟ بتاعت السي تي والترنز ريشيو بتاعتها. دول اهم تلات حاجات تبقى متعرفين في المحاول. في الريلي لو خلاص انت بتعرفه صح فانت خلاص بيبقى لما تيجي تشتغل والكرنت تمشي كرنت خارجي كده تلاقي الديفرنشال ده ما عملش تريب صح. اول ما يحصل بقى ان يبقى في فولت انترنال الديفرنشال ده يشتغل ويعمل تريب فده سيلكتيف بروتكشن يعني الوان تو. طيب اختبار بقى الاستابيليتي هو اختبار ان انا بقول يعني بتخيل ان في كرنت ماشي اكسترنال كرنت ماشي للنود هنا كده خلاص والكرنت اللي ماشي او فولت خارجي فلما يبقى في عطل خارجي المفروض المحول ده ما يشتغلش لان ده خلاص هيبقى ليه بروتكشن هيفصله. ولما يبقى في فولت داخلي يبقى ايه المحول يشتغل فده بقول ان السيستم هنا ستيبل مستقر وان الشبكه تقدر تصدي معاه. طيب القصه ده عشان نعملها بقى نعمل الاختبار ده ونتاكد ان البرودكت صح وان الريلي شايف صح ده كل ده طبعا لما ادخل المحول على الشبكه بنبدا نقول ان انا طب انا هنا لو حطيت لود مش هينفع عشان احتاج هنا ميلي فولت امبير كبيره فاحنا خلاص بنعمل هنا شورت سيركت وكان المحاول لما بعمل عليه شورت سيركت من جنب من التيستس اللي احنا عملناها وكان المحاول عباره عن ايه
برسنتج امبيدنس صح مضروبه في الزد بيز. دي الزد اللي هي موجوده خلاص. وادي ده المحاوله نعمل عليه شورت وكان الطرفين دول مفتوحين وانا ببدا اسلط الفولت اللي بالنسبه لهم يمرر الكرنت. الكرنت ده يمشي ماشي. لما اجي اشوف القصه دي عشان اطبقها في التيبيكال ده اللي انت قلت. بص هنا كده ادي هنا كده ادي دي البار اللي واحد بار اتنين دبل باص دبل سنجل بريكر وادي دبل باص سنجل بريكر. فين السيتيهات بتاعت الديفرنشال ده؟ كان في سي تي متاخد هنا قبل البريكر ده وسي تي متاخد من هنا قبل البريكر ده من ناحيه ال 66 خلاص. والاثنين دول طالعين غاز الديفرنشال لير اللي بيحمل المحول ده. طيب عايز احقن كرنت خارجي فكان ده السبلاي وكان ده شورت سيركت بالنسبه لي خلاص. طيب احقن ناحيه اللو فولتج ولا ناحيه الهاي فولتج؟ ناحيه الهاي. ناحيه ايه؟ الهاي. الهاي ليه؟ علشان بيديني امبير اقل. عشان يديني امبير اقل ليه؟ لان انا لو جيت احقن ناحيه الهاي هيديني امبير اقل. 380 اللي انا هجيبهم على 220 يديني امبير اقل. طب لو حقنت ناحيه 66 380 من 66 ده يعتبر بعد كبير صح؟ فيمررك كرنت اعلى في ناحيه اللو فولتج. فتحتاج اسلاك اكتر عشان تشرب بيها وهكذا. طيب يبقى خلاص يبقى احنا قلنا طيب يبقى انا لازم احقن قبل السي تي ده واستقبل بعد السي تي ده تمام خلاص. فعشان احقن قبل السي تي ده قلنا خلاص سكينه الارض ده افتحها وادخل بالسبلاي 380 من هنا كده تيار الشورت يكون اعلى كده من ناحيه من هاي ايه اقل تيار الشورت السكند ماشي. ايوه تيار الشورت بيبقى هنا. لا الشورت ماشي طيب يبقى ماشي بس لو حجنت برضو ناحيه الهاي وتيار الشورت ناحيه لو حجنت ناحيه اللو تيار الشورت هيبقى اعلى من ناحيه الهاي. لا هيبقى هنحسبها بالظبط هنحسبها بالظبط. فانا هدخل هنا بس بالسبلاي بتاعي. بدخل بالسبلاي هنا ازاي؟ بص السكينه الارض دي بتبقى عامله كده سكينه الارض دي اجيب برضه انت احسن لما ندخل عادي هي باينه ها بكلمبات على الفازات بايه كده بتربط على الفازه على ماشي شفتها في الجايست بتبقى صعبه على الارض. اه صح الجايست بتبقى صعبه يعني عندها ممكن تساعد مثلا يعني عندنا بره في الشبكه اللي هي عندنا ممكن على محاور الطياره مثلا الناحيه الثانيه الفازات عادي. ايوه انت على الفازه بتاعي هنا كرنت لا امبير بتاع ده فولت ماشي ماشي فولت 180 فولت اي سي ما هي اس اسهل ما يمكن لان البارات باينه البارات باينه وكل حاجه باينه. لكن المحطه دي كانت جي اي اس فالمحطه جي اي اس بيبقى صعب ان انا مفيش حاجه باينه اصلا. هو الاراضي بس هو الاراضي الحته الوحيده اللي باينه بالنسبه لي. لكن لو اي اس خلاص يا عم البارات دي هتبقى قدامك في الهواء يعني البره دي في الهواء كانك عليها وخلاص الموضوع خلص. حط عليها 380 دي سنجل لاين دي جراند طبعا فدي منها ثلاثة. فانا ممكن اجي هنا كده اقول بقى في جي اي اس عشان اعمل القصه دي بعملها عن طريق سكاكين الارض ازاي. باجي هنا اهو بين واروح او اقول السكينه الارض اهي مثلا ادي ده مثلا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ماشي. بيبقى الفازات دي داخلة كده اهو وخارجة من هنا ودي نقطة الارض يعني دول متوصلة مع ايه؟ مع الارض. فلما ودي البارة الاولى ودي البارة الثانية ميكانيكا عليها ودي البارة الثالثة او اللاين الاول اللاين الثاني او اللاين الثالث او الفازه ار فازه اس فازه دي. فدي مثلا فازه ار دي فازه اس دي فازه دي. وسكينه الارض دي ليها وضعين. الوضع الاول ان هي تبقى ممكن تبقى كلوزد فانا يبقى معناها كده ان انا مالي ابقى موصل ارضي او ممكن تبقى اوبن. طب انا عشان ادخل في القصه دي واقدر احقن بعمل ايه؟ بفتح ده صح؟ اهو طيب انت عشان تفتح في جي اس من جوه كده صعب؟ مش ليه؟ لا من جوه يعني
نخش على البار ونقفل السكين. انت ايه؟ نخش على البار نشيل البار. ايوه ايوه طبعا. بتيجي انت من هنا كده يبقى بتيجي انت من بره هنا كده بتشيل بارت الارضي دي لان انت دي بيبقى جوه الجي اي اس من جوه التكنيكا. فانت يعني انت خلاص فتحت او دخلت هتدخل بقى زي من جوه الجي اي اس هتفضل الغاز عشان تقدر من بره. فانت بتقفل سكينه الارض عادي يبقى انت دي سكينه الارض مالها واصله عادي بالظبط توصل عادي كده كده اهو وتيجي شارل التيشيرت الموجوده دي وتيجي داخل بالسورس ادي السورس 380 فازا ار فازا اس فازا تي عن طريق كابلات تدخل الفازة الأولى تدخل الفازة الثانية تدخل الفازة الثالثة وتعمل التشريطة فين؟ التشريطة اللي انت موجودة تخليها بعد السورس ده خلاص؟ مفيش تشريط يعني لأن السيستم نفسه كأنه شرط دي كابل 3 فيز جاي من 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 أي مكان أيوه مش باخد التلات فيز بوصلهم على ده أنا في الآخر هيبقى ده مكان واي كان متوصل وكانه ما هيعرض ناحيه تانية يعني تصوص تصوص يعني لازم اعرف لا لا يعني ده في الاخر خلاص ده كامل ب 3 فيز بيدخل هنا ماشي اتشرط في مجال في السكندري طيب يبقى انا كده يبقى انا كده حقنت السورس الموجود بالنسبه لي صح كده تمام وادي المحاول اهو متكنك ادي المحاول اهو ادي 3 فيز داخلين كده ده 1 2 3 وادي ده الناحيه الثانيه بص بتشوف اي نقطه ارض تكنك بيها بس بشرط هنا في سي تي هنا في سي تي هنا في سي تي لازم تعدي السيتات اللي هنا بعد السيتات بعد اللي هنا يعني بعد محاوله الطيار ده تشوف اي ارض بعد محاوله الطيار ايه تعمله فايه الارض اللي بعد محاوله الطيار ايه الارض اللي بعد محاوله الطيار اللي ممكن تجيبه تجيب من سكينه الارض اللي بعديها بعد فتيجي قافل سكينه الارض دي بعد ما تعدي تيجي اخد سكه الارض اللي هنا لا 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 بس الحمد لله مش في شيء مش بص خلاص بقى في سكه الارض اللي بعد الستات اللي هنا استابيليتي بقى في سكه الارض اللي بعد الستات اللي هنا واحد نعم افتح لا لا ما موجود موجود كده سجل بقى في سكه الارض اللي بعد الستات دي وكده يبقى خلاص يبقى انا خدت الستات دي جوه والستات دي جوه الجبت الجبت نشوف القصه دي زي في المحطه دي اهي ناخدين الصوره اهي يبقى ده احنا دخلنا هنا كان سكنه الارض دي وقفلنا سكنه الارض دي مع السكينه دي خلاص وادي ده السي تي الاول وادي ده مين السي تي الثاني وادي ده الريستريكتد القصد الديفرنشال ريلي موجود بالنسبه لي طيب لو دي بقى باور جنريشن حاطط باور جنريشن هتقول محطه الباور يبقى احنا بنحي ناحيه الهاي ومستقبل ناحيه اللو صح بتشرب ناحيه اللو طيب لو محطه باور جنريشن وعايز تعمل الاختيار الاستابيليتي بيبقى عندك ادي المحاوله بيبقى هنا جنب هنا محمود كام دلتا صح والجنب الثاني دلتا ستار ستار وادي الدلتا ده وادي الستار والريتد كارنت بتاع الدلتا ده مثلا 11 كيلو ريتد 11 كيلو امبير مثلا وبتاع الدلتا ده كام لو انت قلت 11 على 220 ربط على شبكه ال 220 يبقى 20 هيبقى 11 على 20 هيبقى ده اقل من 1 كيلو امبير صح يعني قلت 9 من 10 كيلو امبير 900 امبير مثلا خلاص وادي ده جاي هنا من الجنريتور وجاي من هنا من الجي سي بي الجي سي بي اللي هو مين الجنريتور سيركت بريكر وطالع هنا على السويتش ار وطالع من هنا على رابط على البارت 220 اللي مخرجه بقى لاقرب محطه سبستيشن بعديه عاوز اعمل اختبار الاستابيليتي هنا احيانا احنا قلنا خلاص انا اريح ناحيه 220 وتستقبل ناحيه 11 لو جيت انت تحي من هنا السبلاي ما البريكر اللي انت بتجيبه بيترجم البريكر اللي انت بتجيبه ده بيترب وبيبقى البرد وبيبقى التيار اللي انت هتعمل طبعا انت كده كده بيبقى فيه سكينه ارض بحاجه مين مش مسمينه ده بحاجه مين هيترب معايا يعني احنا كانت محطه بحق من ناحيه الستار ناحيه 220 البريكر نفسه الكابل اللي انت جايبه مع البريكر ما بيستحملش ما انت بتجيبه من جوه 400 فولت 400
هو المحاولة هيبقى الكامل كامل البرسنت امبيدنس بتاعته؟ لا كامل الريت بتاعه هيمر كام؟ بقول 11 كيلو امبير على نص. لما نحسب الحسابات يعني لو 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 لو, لو, لو الكابل ده ما قدرش يجيب الساتسفاي معاك بيستخدم الجنريتور نفسه في الحق. يعني جي بيستخدم الجنريتور نفسه ناحيه البي عن طريق ان احنا نوصل للريت سبيد بتاع المولد وبعد كده يبدا الاي في ار ندخل جوه على الريليز ويبدا من الاي في ار يرفع سنه بسنه. وانت كده كده اصلا الفيندور بيطلب منك تيست اللي انت تمشي ريت الكرنت قبل ما تدخل على الشبكه عشان يختبر التكنيكه بتاعته والفازات وطلعت الفازات ان الجنريتور ما فيش فيه اي مشكله. فانت بتعمل الاثنين تيست مع بعض كده كده هتمشي الريت الكرنت وكده كده فبتاخدها من مره وتعمل بيها مين الاستابيليتي تقفل سكنت الارض لين. طبعا عشان تقفل سكنت الارض لين ما بتعرفش اللي بعد المحاوله على طول اللي قبل البريك فبتقدر فبتضرب الانترلوك عن طريق الرجال لحد ما تقفل سكنت الارض او تقفلها مانوال وتبدا تحن من هنا من الجنريتور وتمونيتور وتشوف بقى الكرات الموجوده بالنسبه لك جوه ايه. فانت عملت تيست الاستابيليتي يبقى تعمل كام في كام فولت من الجنريتور انت بتحن اي فولت هو كده كده اصلا يوصل للريت ده بس فبيحن برسنتج امبيدنس من الجنريتور بلس برسنتج امبيدنس من المحول انت توصل لحد البرسنتج امبيدنس بتاع الجنريتور والمحول واحنا ما بنحسبهاش انا حسبتها بالارقام هيجيب كام فولت بالظبط بس من الاخر لما قعدت قدام الريلي فلقيت اصلا هو عمال يزود في الاي في ار فانت عمال الكرنت مالو يزيد قدامك بغض النظر عن نوع الفولت اللي فيه. الامبير هيبقى عالي جدا. ايه ليه؟ الامبير هيبقى عالي. الامبير هيبقى عالي. ترى مشرد. انت مشرد. ايه ليه؟ الريت الكرنت بيعدي. احنا ما مررناش الريت الكرنت بصراحة في الاختبار ده بس مررنا في الوقت اللي مش عارف 500 امبير او 600 امبير. ناحية ال 11. ناحية ال 11 او 1 كيلو 2 كيلو. مش انت بتقول كده كده بيطلب مني. انا ما عملتوش قلت له عاوز اعمل استابيليتي بعد كده الجنريتور يولع مفيش مشكله فعملت الاستابيليتي خالص انا عملتها في مرحله التوليد بالمحول زي كده كان 220 على 220 عملت ناحيه الهاي وعملت شارج ناحيه اشتغل عادي بقول لك احنا عندنا الام سي بي بتاعت التمبرور كونستراكشن بار اللي كان حوالينا بتاع قصدي البيرمننت كونستراكشن بار اللي كان حوالينا الام سي بي نفسها كانت بتعمل اوف فقلنا نجيب منين من المحول من الجزيرة ترانسفورمر على طول ناخد من الجزيرة ترانسفورمر ونشغل من التربينه اللي جايه الموجوده جنبينا لكن في الاخر برضه ما نفعتش قلنا خلاص التكاليف لا هو في شركات بتطلب لك انا لازم تعمل الانجكشن ناحيه دي عشان تكون الامبير تبقى عاليه وتحس بانها هتبقى فلازم مش تلاقي انت بي سي بي يستحمل نفسه فبيجيب جنريتور وتعمله من ناحيه ايوه 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 لازم تعمل حلو من ناحيه اللوب فنجيب جنريتور ونعمل حساباتنا والكابل والكلام ده يسحب كام امبير ونجيب جنريتور بتاعنا من ناحيه اللوب يعني احنا بنعمل من ناحيه الهاي ده عشان الكابل مش 10 12 امبير 30 امبير طبعا القصه دي طبعا وانت بتحن بيبقى ايه بتطلع الابزار ترانسفورمر يعني انت في قصه ثانيه ان انت لازم تطلع الابزار ترانسفورمر وتطلع مش عارف ايه فانت بتبقى واخد بالك من السيستم كله از اوفر اول لكن في الاخر الكونسبت ان انت بتحن من التربينه نفسها وتجيب زي ما انت بتقول كده مثلا جنريتور تاني وتحن بيه خالص فدي اللي هو الاختبار الاستابيليتي سواء هنا او طيب الحسابات بقى بتاع طيب ده اختبار الاستابيليتي الاختبار التاني اللي هو اختبار مين السنسيتيفيتي دايما الاستابيليتي معاه اختبار اللي هو السنسيتيفيتي اللي هو ان هو مقدار البيك اب اللي اقدر اقول البيك اب اللي يقدر يلقط عنده اكشوال كبرايمري كارنت من الديفرنشال ريلي ده كام مثلا لو انا عملت الديفرنشال ريلي اللي لقط عند قيمه مثلا 5 مثلا 6% مثلا بريود مثلا 6% مثلا بريود فانا لما يبقى 6% ده في الريت الكارنت ده سكندري هو يقول لك لا ده خلي بقى البرايمري بالستهات وكل حاجه وقول لي في الاخر هو هيلقط عند كام كام برايمري فانت المفروض 6% ده في 11 كيلو مثلا لو انت تحمل من 11 كيلو يلقط عند كام او 6% في 9/10 يلقط كام تمام عشان نعمل الاختبار ده بضطر ان انا يبقى عندي سي تي هنا وعندي سي تي هنا فانا لو حنت من بره من هنا وشرطت من بره من هنا يبقى ده ستابيليتي بيبقى عاوز انا اشرط من هنا قبل السي تي اللي هو بتاع الخارج ده عشان لو شرطت من هنا كده يبقى الكرنت داخل مين داخل اللي داخل وكانه جوه الزون مش بره الزون
طيب دي لما اجي في المحطه دي كده، المحطه دي اللي هي محطه امبابه مثلا، عاوز اعمل السنسيتيفيتي اعمله ازاي؟ اقفل انا سكينه ارضيه الارضي بتاع كيو 52 اللي هو ده، اقفل البريكر واقفل السكينه دي اللي هي الارض ده اللي هو قبل مين؟ قبل السي تي ده في جي اي اس. طبعا اي حاجه في الاي اس اسهل من كده، لان انت خلاص بيبقى البراد قدامك وكل حاجه موجوده قدامك، انت بتبقى الدنيا اسهل من كده بكتير. طيب لو عايز اعمل الناحيه الثانيه، تقفل كيو 52 من هنا وتحم من هنا العكس، ماشي كده؟ طيب البرزنتش امبيدنس بتاع المحول ال 175 اللي هو 220 على 66 ده كان اهو 220 على 66 كان 2 ترانسفورمر، وكان محاور 40 ميجا فولت امبير 66 على 11 بس تشي ماينس 11%. نيجي نقول الـ هنا دي اي، نيجي نشوف بقى الحسابات لما نيجي نحسب عشان نحسب الكابل وكروس سكشن اريا بتاعت الكابل اللي هنشرب بيه، لو هنشرب بكابل لو هتدخل بسكينه الاراضي خالص بنحسبها ازاي؟ زي اختبار الشورت سيركت او اللود لوسز. ادي البرزنتش امبيدنس بتاع المحول، وانا هحن مثلا من ناحيه الهاي فولتج، من الناحيه دي مثلا الهاي فولتج اللي هي موجوده تحت مثلا، فانا هقول هنا هحط انا 380 فولت. عايز احسب بقى الكرنت اللي هيمر نتيجه ال 380 فولت ده من الناحيه دي كام، وهيمر في الناحيه الثانيه كام بالترنز ريشيو. خلاص طب ال 380 فولت دي هقول ان الامبيدنس اللي هو شايفها هو عباره عن مين؟ برسنتج امبيدنس في الزد بيس، صح؟ طبعا انا لو حقنت هنا نسبه جهد برسنتج امبيدنس هيمر الريتد كرنت، لكن انا لما بحن 380 فانت بتحن قيمه اقل من مين؟ من برسنتج امبيدنس، فانت بتبقى خلاص بيبقى الايه؟ بتنسبها فبتبقى رقم اقل من الريتد كرنت بكتير. لما نشوف المحول ده ونشوف البرسنتج امبيدنس بتاعته، المحول ده كده كان البرسنتج امبيدنس بتاعته كام؟ 0.1427 14.27 من 100 في المية. فاحنا نقول خلاص الزد بيز. طيب كانت الحسابات البرسنتج امبيدنس 14.27 من 100 من ناحيه الهاي فولتج على الميديوم فولتج، و22.15% من ناحيه الهاي فولتج اللو فولتج ده اللي هو الترشل. احنا اتفقنا اي محاول ستار ستار يبقى معاه ترشل وايندنج علشان الهارسيرد هارمونيك وعشان امن. 39.52 من 100 من ناحيه الميديوم فولتج على اللو فولتج، خلاص اللي هو ما بين الهاي واللو، ما بين الهاي والترشري، ما بين اللو والترشري. خلاص انا برسنتج امبيدنس هنا بالنسبه لي هي اللي انا هاخدها معايا في الحسبان بين الهاي واللو. الله ينور. يبقى دي البرسنتج امبيدنس اللي هي 14.7. الزد بيز عباره عن كام؟ 220 كيلو فولت اللي هو الكيلو فولت سكوير على الميجا فولت امبير، ميجا فولت امبير. يبقى الكيلو فولت 220 تربيع على 170. طب ليه 220؟ لان انا هحن من ناحيه ال 220 كيلو فولت ناحيه الهاي، يبقى هتدي 276.571. اذا الزد بتاع الترانسفورمر هي عباره عن برسنتج امبيدنس اللي ما بين الهاي واللو او الهاي والميديوم في الزد بيز، لما اضرب دي تطلع 39.47 من 100 اوم. خلاص طيب الاي شورت سيركت في الهاي فولتج 230. ليه؟ لان الايكوفالنت سيركت دي بقى بتبقى احيانا انت بتنساها بتحط 380. لا الايكوفالنت سيركت اللي انت عملتها دي بفيز، فالزد اللي انت جبتها دي بفيز وانت بتحي ناحيه الستار، فانت يعتبر الجهد اللي انت مدخله فيز. الفيز فاليو بتاعته اللي هي 230 فولت. خلاص فانت ده يعتبر 230 فولت على 39.47 من 100، فجبت الاي اللي هو يمشي ناحيه الهاي فولت سايد 5.83 بالريشيو. تقدر تجيب ايه اللي بالريشيو؟ تقدر تجيب الكارنت اللي هيمشي ناحيه اللو اللي هو 19.429. يبقى انت كده بتقول تقريبا لما هبدا اعمل التيست ده هتلاقي ان انا هحقن، لما احقن 380 فولت هيمشي لي كارنت في الهاي فولت سايد مقداره 5.83 امبير، وهيمشي لي كارنت في اللو فولت سايد 19.424. ماشي. فالاي شورت سيركت في الهاي فولت 6 امبير، الاي شورت سيركت في اللو فولت كام؟ 20 امبير. 20 امبير تقريبا. فانت لو هتشرط بكابلات لو حاجه تستخدمها بالظبط 20 امبير. الله ينور. ده اللي اختبار لو حقنت من ناحيه اللو 20 امبير مش كتير يعني. ليه؟ لو حقنت من ناحيه اللو 20 امبير مش كتير يعني عادي. لا هتفرق الحسابات بقى لو حقنت. لا لو حقنت بقى من ناحيه اللو، بص خلي بالك بقى. هو بيقول لو انا حقنت من ناحيه اللو الزد بيز
هيختلف ليه؟ الزد بيز اصلا هتبقى 66 تربيع على 120 هتطلع لك رقم. الزد بتاع الترانسفورمر اللي هو ده في ده هيديك لا اقل برضه هيطلع لك. بص دي هتطلع كام؟ ممكن تقول ان هي عباره عن 39.47 من 100 في ان 1 على ان 2 سكوير لان انت ال هتطلع لك نفس الرقم. الرقمين دول هيطلع نفس الرقم برضه 20 امبير. هيطلع لك هنا 20 امبير في الاخر. ليه؟ هيطلع لك 20 امبير لان هو نعم اه الزد الزد بتاع الترانسفورمر هيشوفها من ناحيه اللو صغيره. يعني لو عملت من ناحيه اللو هتقل ال 20 امبير. هتقل 20 امبير. 20 امبير ناحيه اللو؟ هيسحب 20 امبير. ناحيه اللو ولا ناحيه الهاي؟ ناحيه اللو. لا لا بص 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 يا محمود انا الزد ده الزد الزد ناحيه الهاي اهي الزد ناحيه الهاي فولتج كانت كام؟ كانت عباره عن 39 اهي 39.47 من 100 صح؟ ماشي. يبقى دي عباره عن 39.47 من 100 تمام. طيب الريشيو كانت كام على كام؟ الريشيو 220 على 66 يبقى 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 اذا الزد ناحيه اللو الزد ناحيه اللو فولتج الزد ناحيه اللو فولتج تبقى الريشيو تربيع. انا رايح ناحيه اللو فولتج يبقى المقاومه اقل صح؟ يبقى الكلام ده يساوي الكلام ده يساوي 39 على مربع الريشيو صح؟ تمام مربع الريشيو او تحسبها باللي هو الزد بيز تجيب الزد بيز الجديده صح؟ بنجيب الزد بيز الجديده مش فارقه يعني في او لو حسبت بالزد بيس الجديده تطلع 3.55233 اوم. طيب الاي ناحيه اللو هتبقى الاي بقى ناحيه اللو ناحيه اللو الفي لو فولتج الفي تيست اللي انا حاططها 230 لا 63 امبير 230 على 5.33 هتطلع 65 امبير حسبتها. طب تمام ال 65 امبير وانت عندك مشكله تانية. المشكله في السورس اللي انت جايب منه البريكر بتاعه كام؟ هي اصلا كده طب ما هو على 66 لا في الريشيو بتاعه ما هو على 66 لا هو حسبه على 66 لا ما احنا بنقول يا محمود بص ال 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 هنسوي 20 مضاربه الريشيو يا محمود ال 230 فولت ده ثابت فال 230 فولت ده على الفولت اللو بيبقى رقم كبير وكانك قربت من البرسنتج امبيدنس لكن لما بتيجي ناحيه الهاي بيبقى رقم قليل النسبه دي رقم قليل تمام. انت 230 يا باشمهندس بسبت 380 على جذر 3 عايز تعرف تقسم فولت على الريشيو يبقى 64.7 يبقى واحده بس خلاص يبقى انت كده ده الحسابات 6 امبير وشيء. طب افرض جيت تعمل التست ده ولقيت البريكرات ترجل بتتريس بقى المشكله ازاي تريسها بقى ازاي المشكله تشوف قراءات السيتيهات بالنسبه لك السيتيز مجمع لا قراءات ماشي قراءات السيتيهات هل شايف 6 امبير 6 امبير 6 اللي يعرف الريلي تشوف الفيكتور جروب بتاع المحول هل الفيكتور جروب متدخل صح ولا غلط لان احنا قلنا في ثلاث حاجات دول اهم حاجه في الاستبيتال هو الفيكتور جروب والترنس ريشيو داخله صح بتاعه المحول والسي تي بولاريتي والسي تي ترنس ريشيو خلاص فتبدا تشوف في الريلي. طب لو سي واين مش اسمه لو ايه سي واين لو ايه سي واين ده محط ترانسفورمر سي واين وترسفون لا هتعمل سميت على لا السوان مش ترشل وترشل ثلاثه مستخدمين زي ما حط الشر اللي هو ان انت بعمل بحن من مولد بص بقسم المحول نصين بص يا هندسة لو انت لو ده المحول لو فولتج 1 ودي لو فولتج 2 وده هاي فولتج ماشي باجي من المولد ده مثلا ومشرط هنا مثلا منها ثلاثة قطعات لا بعمل مره كده وبعمل مره كده يعني بقسم المحاول مرتين هو اوريدي ده بيديك ثلاثة برسنتج امبيدنس البرسنتج امبيدنس الاولانيه لو فولتج 1 على الهاي فولتج واللو فولتج 2 على الهاي فولتج واللو فولتج 1 على اللو فولتج 2 فانا باخد دي في الحساب بتاع اللي هو ده اللي هو ده الاختبار ده وباخد الثاني ده اللي هو على الحساب ده فانت بتعمل تيست مرتين بتاع الاستابيليتي ماشي والريدي الديفرنشال بيبقى عامل ازاي الديفرنشال بيبقى ده مع ده ولو الريلي 9 كويلز بيدخل 3 و3 ودخل 3 من التاني 6 كويلز يبقى بيجمع الاثنين دول مع بعض
ويدخل بثلاثة والخارج من هنا يدخل بثلاثة. بس ده لو كان كده يبقى لازم برليك مش مش فرق مش فرق لان الكرنت اللي انت بتحقنه من التالي بزيرو فمش فرق. اه مش فرق مش كرنت مش كرنت هتجمعهم ازاي؟ ايه هتجمع ازاي في سي تي توازي زي ما انت شغل سي تي مع قدام سي تي على قدام انت داخليه على ده طب كانت المشكله كان في محطه في الاستابيليتي جينا نختبر المحول المحول كان من هنا الستات دي 5 امبير الستات دي كانت 5 امبير الستات دي 5 امبير والستات دي 1 امبير بس كنت بتشارج الاثنين عادي كنت بتشارج من واحده فيديا يعني لو كنا بنعمل ثبت مش كنت بتشارج على قدام مره على قدام اثنين مره ب 500 تعالي من هنا دي ماشي او تعالي من هنا تعالي كان كانت في مشكله على 5 امبير كانت ده 5 امبير وده 5 امبير وده كام 1 امبير السيتي فهم راحوا حطوا اكزارر السيتيز عشان يقدر يدخل بالخمسه ده حطوا اكزارر السيتيز في البانل من جوه ماتشنج السيتيز 5-1 واختبرناها ان الريشيو بتاعها 5-1 صح وكنكناها ستار ستار ودخلنا بيها الوندنج بتاعه الار بي عملنا الاستابيليتي الدنيا مالها كانت تمام والاختبار عمل ما فيش اي مشاكل خالص جينا بعديها رحنا سيبنا بقى المحطه والمحطه كانت متحمله بالهاف لود وما كانش فيه اي تريب اول ما المحطه دخلت الفول لود عملت تريب اول ما المحطه دخلت في الفول لود عملت فيه تريب يعني في الوقت ده اول ما وصلت القاهره ارجع تاني المحطه عملت ايه تريب رجعنا بقى المحطه ها ايوه كانت لا مش ستوريك لا كانت 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 المشكله في ان هو اول ما كان هو عامل ازاي الماتشنج سي تي المفروض ثلاثه دول داخلين اربعه داخلين واربعه خارجين صح هو راح دخل كده عادي ودخل ده ومسك الفازه تي دخلها على النيوتر ومسك الفازه النيوتر دخلها على مين على سي وراح طالع من هنا راح عكس تاني يعني عكس مرتين لما جيت حسبتها بالديفرنشال كرنت لقيت ان عند الهاف لود بالديفرنشال كرنت التوصيله دي ما تديليش البيك اب فاليو بتاع الديفرنشال ولما جاي احمل بالفول لود الديفرنشال كرنت كان زياده في ايه فالعبره بقى وانت بتعمل ديفرنشال مش تبص لكمت الكرنت تبص للفيزورس دايجرامز بتاعت الكرنت نفسها هو المشكله كمان ان انت يعني انت مالك ما تعملش الاستابيليتي على اساس الماجنيتيود فاليوز بتاعه الكاميرا ادخل للريه من جوه وشوف الفيزر دايجرام وتاكد ان الفيزر دايجرام الاي اي اي بي اي سي الفيزر دايجرام بتاع ده والفيزر دايجرام بتاع ده صح الاي والدي كامل بي الفيكتور جروب الفيكتور جروب بتاع المحول يعني انت شوف بقى ان ده صح ده اي 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 بي اي سي واللي هنا شايف اي 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 بي اي سي وشايف في شيفت 150 وهكذا فدي حاجه ثانيه كان واحنا بنعمل قبل ما نعمل الاستابيليتي كانت اطراف السيتات معكوسه فروحنا غيرنا الفيكتور جروب من جوه يعني الفيكتور جروب بتاع المحول اصلا كان 5 والريدي كان السيتات اتكنكت كل حاجه رحنا خليناها 7 غيرناها يعني قلبناها بحيث ان انت تبقى الليد لاج او اللاج ليد لان هو كان بيجمع مش بيتطرف كان جي اي اللي جي جي سي اللي كان ايه سيمنز تي لا تي سي تي كان تي سي تي جي اي فانت في الاستابيليتي ما تعتمدش على قراءات الريليز اعتمد على الفيزر دايجرامز نفسها عشان تقدر لو في اي بروبلم موجوده هتبان لك الفيزر دايجرام احسن بس كده ده اللي هو كان الايه الاستابيليتي خلاص دي الحسابات اهي الاستابيليتي دي كانت دلوقتي الاستابيليتي بتاعت الديفرنشال الاستابيليتي الثانيه بتاعت الريستريكتد ار سبورت الريستريكتد ار سبورت ده علشان الجراوند فولتس الموجوده بالنسبه لي سواء كان هاي امبيدنس ريستريكتد او لو امبيدنس ريستريكتد الريستريكتد ار سبورت ان انا بيبقى الوايندنج الستار طبعا ده بيتحط على الوايندنج الستار بس متقرضه ادي الوايندنج الستار اهي داخل هنا 3 فيز وادي ده نقطه النيوترال هنا متقرضه فبيبقى في سي تي موجود على النيوترال مع السيتات الموجوده على مين على الثلاث فازات ونجمع الاثنين دول مع بعض وداخل على الكويل بتاع الريستريكت خلاص طبعا بيبقى داخل على الكويل بتاع الريستريكت عن طريق يبقى في طرفين طالعين من السيتات اللي هم الثلاث سيتات اللي فوق والسيتي بتاع النيوترال بيبقى في طرفين في الاخر بعد ما شرط دول مع بعض وطلع من نقطه واحده
وده طلع بنقطة واحدة بيبقى فيه كل واحد ويكون اوفر كرنت على النيوتر بس ريستريكتد من الجنبين او ديفرنشال على النيوتر. بيبدا هنا بيحط مقاومه سيريز مع الكويل وادي الكويل اهو والمقاومه الثانيه مقاومه ايه بارير مقاومه بالبارير جوه ولا بره بره اكيد ان جوه مش خلاص. المقاومه دي اللي هي مقاومه المترو سيل اللي هي القرصه زي القرص كده والمقاومه دي اللي هي الاستابلايزنج ريزيستنس تعالى ودي طبعا لها حسابات ازاي تحطها بالظبط ونحسبها بزا هنحسبها بزا بلعب المسح للطلاب والمترو سيل كذلك لها لوك اب تيبل لها تيبل وكانه بس انت حاطط الاستابلايزنج تبقى موجوده في الجهات اللي هي الديجيتال ولا مش موجوده اللي هو ايه الاستابلايزنج لا مقاومه خارجيه بتبقى دي مقاومه خارجيه داخله بيبقى ده عباره عن اوفر كرنت ريلي اوفر كرنت زي مثلا زي اوفر كرنت ريلي كده وانت حاطط له مقاومه خارجيه ومقاومه المترو سيل معاه خلاص من بره وتحط له سيتنج اوفر كرنت مثلا زي كده هنا في مقاومه سبلاي ريلي مقاومه خارجيه في مقاومه والمقاومه دي كانت في محطه قبل كده كانت محطه صين امباب محطه صين المقاومه دي كانت مقاومه صغيره جدا فجينا نحن جينا نحن اول ما جينا احنا كانت المقاومه دي هيتد بتسخن بسرعه فقيم الفولت عماله كل شويه اللي انت بتحن بيها وكان الكرنت عماله بيتغير كل شويه ريلي لقط من لقط فالمقاومه دي بيبقى لها سيلكشن في الوات ان انت هتجيبها كام وات خلاص كده بناء على شورت سيركت كابابيلتي اللي هو ماكسيمم شورت سيركت كرنت اللي ممكن يمشي في النيوتر بلس الديوريشن بتاعته كام مدته كام ماشي. طيب فده الريستريكت ده لو انا عايز بقى اختبر الريستريكتد اس فولت اختبره ازاي يبقى ده ثلاثة اهو في هنا سي تي في سي تي الحسابات بتاعت الحاجات دي شو استثمائيه لها لها دخل في حاجه كده معينه موجوده يعني اشرحها انا اقول الحسابات ازاي انا حاطه امسك الريستريكتد ده واحسب المقاومه اللي هي السيريز واجيب ازاي المتر سيل اللي موجوده معايا فدول الثلاثه وادي المحول اهو وادي نقطه المحول من الجامعه وادي نقطه الستار طالعه نقطه الستار طالعه وادي السي تي اللي عليه ده مع ده في الاخر بيغذي ايه بيغذي اللي هو الريستريكتد اس فولت ماشي ده هاي امبيدنس كده طبعا رقم واحد لازم اتاكد ان طالما ده كده لازم اتاكد ان قبل التست ده ان نقطه واحده بس اللي معمول فيها التقريض لان دي سيتات متجمعه بره فيبقى مفيش مسار غير مسار المقاومات اللي يمشي فيها الكرنت بس يعني انا افرض كانت النقطه دي متقرضه ماشي والنقطه دي متقرضه كده كان عملت شورت على وكأنك انت كده المقاومات اللي انت حاططها اصلا دي مش مالهاش طلب انت كده عملت باي باس عليهم من بره خلاص فانت لازم تعزل كل نقطه التقريض وتخلي نقطه التقريض واحده بس جوه البانل مثلا بروتكشن بانل نقطه التقريض واحده بس قدامك وخلاص هي في الريستريكتد اسبوت وده اي هاي امبيدنس كده لازم تبقى في نقطه واحده عشان ما تعملش مصاب طيب للكرنت. طيب الريستريكتد ده عشان نختبره طب ايش اسمه لو الدلتا مش ستار لو دلتا مفيش ريستريكت وفي ريستريكت بالاوبن دلتا ايه توصيل ليه لا توصيل لا توصيل ما انا مفيش اس فولت يعني هو الريستريكت اس فولت من اسمه هو معمول للاس فولت فانا اللي ياخد من دلتا بتاعه ديت مع النيوترال بتاعه ال 11 لا لو المحاول ده دلتا ستار مثلا الدلتا ده مفيش ريستريكت فيه خلاص ليه لان مفيش اس فولت اصلا لو حصل اس فولت هنا مفيش تغذيه هتيجي من 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 المحول ده لو حصل ارس فولت هنا هتيجي تغذيه من اي حاجه ستار بعديه بس ما تجيش من الدلتا لان الدلتا مش هتغذي فرسيت ارس فولت في الوايندنج الستار او لما يكون مثلا محول دلتا وانت قلبته ستار ارسد عن طريق زجزاج او اي حاجه فانت خلاص بيبقى في نقطه نيوتر موجوده طالما في لازم يكون برده محول طاير عليه بالظبط فانت خلاص بيبقى ممكن تحط في الوقت ده اللي هو اللي هو مين الريستريكت خلاص كده فانا الريستريكت ده بيبقى في جانب الستار الموجود طبعا القصه دي بقى في البار جنريشن ازاي بيحمي النيوترال مثلا بيبقى عن طريق الامبيدنس بتاع الايه لو ضاهي امبيدنس
اللي هو ده بيبقى الديتكتبل فولت احسن بالكرنت, احسن من الكرنت. لان الكرنت اللي بيمشي قليل فانت بيبقى الشورت سيركت السنجل انت جراوند فولت عشان تعمل له ديتكت, يبقى الديتكتبل فولت احسن من الكرنت. خصوصا ان هو كده كده بيحط الحوض قريت هنا ويحط المقاومه في اللو فولت سايد بتاعه. خلاص كده الريستريتد ده عشان نختبره بالفولتج ميثود. ممكن نختبره ازاي بقى؟ انا ده مش هيحس لما لو حصل 3 فيز شورت سيركت هنا مفيش كارنت هيمشي في النيوترال صح؟ فهو كان ال ايه الريستريتد مش هيشتغل صح كده. طيب لو انا جاي حصل فولت اكسترنال, يعني ايه فولت اكسترنال؟ نفس الكلام برضه مش هيشتغل. طب يعني ما انا فاهم يعني ايه فولت اكسترنال, يعني وكانك انت قررت ده صح بره وتغذيه الكرنت ماشيه كده بنفس الاتجاه مش هتخش بالريستريكت. لما تغذيه الكرنت تمشي كده فلو ده سري في شورت سيركت مفيش كرنت هيمشي في النيوترال صح. وفي نفس الوقت مجموع الثلاثه كرنت دول يساوي زيرو لان ده بالانس. طب مجموع الثلاثه كرنت يساوي زيرو فاصبح بزيرو. طب لو سنجل لاين تو جراوند فولت هتقول لي خلاص هيمر كرنت في ده, مجموع الثلاثه دول هو مجموع الكرنت ده صح. طب في نقطه النيوترال بتاعه الكرنت ده اللي هو ده اللي من هنا. خلاص طب ندي حاجه كده عشان دي بقى تبقى غريبه شويه. لو عنده محاول هنا ستار ستار, طب وفي الحاله اللي هي لو عمل سنجل وعندي هنا ستار ستار دي اللي هي مين اللي هي دي اللي هي تيبيكال لما تبقى شبكه 220 على 66 بيبقى ستار ستار, وتيجي في 66 على كام؟ على 11. طبعا ده لو دلتا خلاص مثلا. بس لو المحاول هنا ستار لا دي ما تبانش كده بتمني اقول لك فيه يعني عاوز امسح عشان امسح بس حاجه ده. لو انا معدي محطه باور جنريشن بتسلم من محطه سبستيشن بعدين التيبيكال كونفيجريشن بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ انا محطه الباور جنريشن اهي خلاص ومسلمه على طريق كابلات كده محطه السبستيشن اللي بعديها. محطة الباور جنريشن بيبقى الجنريتور اهو, المحاول اللي هنا بيبقى عبارة عن ايه؟ دلتا ستار صح؟ ارث ورابط على شبكة 220 يجي من هنا تلاقي فيه محول بعد مش عارف ايه 220 على 66 تلاقي كام؟ ستار ستار ارسل ماشي؟ وده ليه سيتيهات هنا وليه ريستريكتد هنا وده ليه ريستريكتد هنا معايا وده ليه ريستريكتد هنا. ازاي بقى ريستريكتد بقى بيشتغل؟ بص لو حصل فولت هنا الماوس ايه الماوس ماشي. لو حصل فولت في الجزء ده الحته دي كده التغذيه بتاعه الكرنت ماشيه ازاي؟ اول تغذيه من هنا اهو صح وتاني تغذيه من هنا اهو سنجل انت جراوند فولت. هتقول ان مجموع الثلاثه كرنت بتاع دول لا يساوي زيرو لان ده سنجل فيز فده سنجل فيز فمجموع الثلاثه كرنت بتاع دول لا يساوي زيرو هيبقى ليه قيمه صح. ومجموع الثلاثه كرنت بتاع دول برضو ليه قيمه صح. لكن نرجع في ارث بص بقى نرجع بص الكرنت ده هيمشي كده صح, المسار الرجوع بتاعه هو كده. فالكرنت ده لو ماشي هنسميه اي واحد بدأ اسميه اي واحد. اي واحد ده هيمشي كده ويرجع كده للارث بتاع ده الارث بتاع المحول اللي هنا اللي هو الارث بتاع ده. والاي اتنين هيمشي كده ويرجع كده خلاص. فانت هيبقى ده شايف اللي شايفه هنا فهيبقى شايف زيرو الفرق بين الاثنين زيرو صح. وده شايف الفرق بين الاثنين كام؟ زيرو. طيب افرض بقى حصل فولت هنا سنجل لاين تو جراوند فولت التغذيه بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ اول تغذيه اهي صح وتاني تغذيه جاي جاي جايه من هنا دي قبل السي تي صح. فده التغذيه ده هيرجع الكرنت اي واحد ده الجديد هيمشي هيرجع كده مش هيعدي من السي تي اللي بره بس هيعدي من السي تي بتاع النيوتن فيشوف فرق في ريستريكت فريستريكت ده يشتغل. لكن السي تي ده ستيل الكرنت اللي ماشي اي 2 من بره هيرجع تاني فهيبقى اللي هنا هو اللي شايفه اللي هنا بالظبط. لو حصل هنا حصل بعد الجنريتور على طول
مرت كده بقى بعد الجنريتور هنا سنجل لاين تو جراوند فول هيرجع طريق الجنريتور بس لان الجنريتور هو النقطه الوحيده المتقربه هيلف على الجنريتور تاني لو انت لو انت في مصدر تغذيه تاني مصدر تغذيه من ايه من ناحيه ثانيه في الشبكه الموحده ايوه ايوه رفع. ايوه لا الدلتا دي هتاخد كارنت من جهتين مش من جهه واحده يعني ال ال ال, ال بص بص ماشي نفتح بس التبديل جديده كده لو انا عندي بحاول ايه يعني قيمه الدلتا عندي في لما باجي اعمل سيتنج للريليز السنجل لاين ان هي بتفصل لي الشبكه يعني بقسم الشبكه كده نصين وكان ده جنب لوحده وده جنب لوحده لما ستارت ستار اي حاجه بتيجي هنا بترفلكت الناحيه الثانيه خلاص ليه بقى عشان كل كارنت بتسحب من الكارنت الموازي ليه بالظبط يعني مثلا ده ستار اهو ماشي وده دلتا انا هديك تيبيكال ده دلتا ستار 11 ماشي عايزين ارسم الفيكتور جروب بتاع المحول ده ارسمه ازاي احنا قلنا الريبريزنتيشن ان احنا قلناها اهي ادي الكلوك اهي الدلتا ارسم لي الدلتا كده ارسم لي الدلتا ادي الدلتا اهي اي بي سي الدلتا اي أربعة بي سي صح ماشي يبقى ده اي بي سي ارسم لي الستار يبقى رقم 11 صح 11 يبقى 11 نيوترون نيوترون و3 وكام؟ و7 قلنا ان اي حاجه لها موازيات صح؟ يبقى ادي الدلتا اهي ادي الدلتا اهي ده ايه؟ وده بي وده سي تمام ده ايه؟ وده بي وده سي ارسم لي الستار الستار مع الايه؟ ايه بي سي صح بس ارسمها لي بقى بالموازيات الموازيات ثانيه بس لا انا برسمها باور وارسمها موازيات ارسمها لي بقى موازيات لو انا قلت الاي بي سي ده اي بي سي موازيات اي بي يوازي ايه يوازي اي ان صح طيب طيب طب تكفي دي بس اي ان ده اي ان اهو سمول يوازي اي بي صح اذا لو حصل سنجل لاين تو جراوند فولت هنا ونقطه ودي متقربه النيوتر دي متقربه يبقى الكرنت اللي ماشي ده عباره عن كرنت مين اللي هو الاي ان اي ان هيسحب من اي بي تمام عشان يسحب من اي بي يسحب من الفازا اي ويسحب من الفازا بي تمام يبقى في كرنت يبقى الكرنت هنا هيتسحب من تو فيز ماشي ما تسحبش من فازا واحده ما تسحبش سنجل لاين لان هو الدلتا يبقى الكرنت سنجل لاين تو جراوند فولت يتسحب من فازتين مش من فازه واحده بس كذلك لو فولت على الفازه بي يتسحب من فازتين فولت على الفازه سي يتسحب من فازتين تمام ده لدي اصبح لها تاثير لا لا تاثير في مش ك ايرث فولت ما طالما تسحب من فازتين مش ايرث فولت لان ايرث فولت كرنت مع الارض مفيش ارض هنا اصلا هنا ده مفيش ارض هو كرنت رايح كرنت راجع طب ماشي اللوبة المقصودة ازاي بقى؟ لو ايه؟ يعني هو كده يعني قصدي التغذية قصدي لما يحصل سنجل لاين تو جراوند فولت هنا على 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 جانب الستار ده الدلتا دي لما تيجي تغذي هتغذي من الفازتين تمام من اللي هي الفازتين المقابلين للفازة اي ان ده فده ده حصل شورت عليها قدامها يبقى مفيش تغذية اصلا لا حصل شورت هنا خلاص دي مش هتغذي خالص سنجل لاين تو جراوند فولت ده مش هيغذي هيغذي منين؟ من اقرب ستار تاني. فاصبح ريستريت اس فولت هو ستار بس. ما فيش اي ريفليكشن فيه في الدلتا خالص. خلاص؟ النظر شو اسمه لو انت عندك اثنين ستار ورا بعضين. اي اثنين ستار ورا بعضين. اي اثنين ستار ورا بعضين. وحصل اس فولت بعدين. والاثنين عليهم ريستريت اس فولت. ولا ده يحس ولا ده يحس. يعني انت قصدك هنا؟ لا نظر نظر افهمها لو هي الرجوع بتاع الطيارة لو توزع على الاثنين دول هتبقى في فرق المفروض يرجع لنفس السورس ما ينفعش ما يرجعش لاثنين سورس يعني فاهم قصدك فاهم قصدك لان لو توزع على الاثنين يبقى شاف ديفرنس كارنت في انت 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 قصدك انت قصدك ستار ستار هنا وادي ده يعني ده كده بتاع باور جنريشن
وده بتاع السبستيشن اللي بعديه كان ده ستار ستارز 220 على 66 ودي عندك ستار تاني هنا عندك في 220 ستار لو حصل ايرث بعد من بعد اللي هيغذي ده الجنريتور اللي هيغذي كل وده هيغذي وده يغذي ماشي احنا خلينا في حته الرجوع دي بقى في الرجوع من هنا ماشي عندك ده وده قصدك ده متقرب وده متقرب وده متقرب وده متقرب وده متقرب يبقى الكرنت اللي جاي من هنا هيرجع على فين هيرجع في نفس هيرجع لده لو كمل على ده وكمل على ده ففي الاخر كله هيجمع في نفس المصدر لو جمع لو الكرنت المفروض يرجع كرنت من السورس بتاعه لو توزع على كذا على على كذا هم نفس المصدر كله يبقى هيبقى هنا مثلا 2 امبير هنا مره واحده امبير هنا مره ثانيه امبير يبقى جمعت في الكل يبقى النقطه النيوتر اللي الرجوع بتاع 66 شافت قيمه اقل من السميشن بتاع الثلاث فازات اللي هي مره فيها التيار ايوه والدت اللي بعديها شافت قيمه المره اللي فيها في النيوتر بس اقل برضه من السميشن لان دي بتحصل مره حصل حاجه في 500 الرجوع بتاع الكرنت بيتوزع بيمرش في نفس النقطه فمره كرنت بالرجوع مره العطله كان على دايره 500 الكرنت مره في النيوترال مره فين؟ مره في النيوترال بتاع المحور 220 ماشي كان في عكس كان في قيمه السيتي ريشيو بتاعت ال 220 اتغيرت فنسوا غيروها يعني كانت السيتي ريشيو كانت 600 اتغيرت ل 1200 فضلت على 600 تمام والسيتي ريشيو بتاع 500 بتاع 220 على فازات على 1200 فدي مره رجع تيار في النيوترال بتاع 220 بس كنت التيار اللي جريها في النيوترال بتاع 220 بقت اقل من نص بالنسبه للتيار السميشن بتاع الثلاث فازات اللي جنبه فهشتغل بريستريكت بيرسون رغم ان العطله على دايره 500 مش على دايره 220 تصدق انا بعت الرسالة دي عملت كل الفولتات هنا وهنا 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 بس ما عملتش فولت بعد بعد الاثنين تحول لكن دي صح هتبقى مشكله صح هتبقى دي مشكله ما بقول لك فصل بقول لك فصل هو هو في حاله الطبيعيه ماشيين السميشن بتاع ده السميشن لا لا صحيح بص يا باشا عارف لو حصل بينه لو حصل هنا لو حصل فولت هنا ما يحصلش حاجه للريستريكت ولو حصل فولت هنا ما يحصلش حاجه ولو حصل فولت هنا ما يحصلش وحصل هنا في الريستريكت بتاع ده بس ما يحصلش حاجه وهنا بس لكن لما صحيح لما تبقى الاثنين ستار ورا بعض وحصل بعدين الوحيد ما بقول لك دي 500 مش ودي مش 220 في فاصل في محل بس ممكن تكون عشان هو ترانسفورمر عشان ترانسفورمر انا 520 يعتبر مود ترانسفورمر لا ما غير اوتو هندسه ترما ستار وستار هيبقى برضه كده يعني هو انت الاوتو الاثنين دول عباره عن نقطه واحده متقربه صح وانت واخد من هنا السي تي بتاع بتاع لو كان القصر ب يعني اكثر قيمه بيمر فيها يعني هم لو كان مثلا المحاول ده هو العرض هنا بس المحاول هنا وفي محاول ثاني الناحيه دي ماشي فهو التيار هيتوزع مش هيمشي في مش هيمشي في حسب قيمه المقاومات ايوه ايوه على حسب قيمه التكنيكا بتاعت النيوترال المقاومه بتاعتها أيوة وهكذا يعني لو الارض دي مش متوصل كويس التيار هيلاقي فالتيار هيلاقي صح طب دي معلومه كويسه دي هتفرق في قيمة السيتنج بتاعتي تفرق قيمة السيتنج المفروض دي بقى لا انت كده كده بتحط يعني انت بيقول لك الميست ريستريكتد ان هو فيري سنسيتيف بس لو فيري سنسيتيف هنا هيشتغل لا هو اللي بتحصل حصل كذا مره في محاولات 66 على 11 بيحط ريستريكتد الراعي بكام درجه على المغذي بس قريبه من المحطه ده ريستريكتد يشتغل ماشي ده الريستريكت يشتغل وانت عامل ستابيلتي للريستريكت تمام وشغال زي الفل تلاقي عامل كام درجه فتوزيع التيارات بتاعت الرجوع بتختلف دي في شبكه الارض عندنا مش كده عايزينه في 66 بتاع مره كذا مره يحصل كده وانت عامل ريستريكت ده عامل ستابيلتي على الريستريكت تمام مفيش مشكله وكذا لا لا صح وب 10 مغذيات يفصلوا ما حصلش حاجه تيجي المغذي ضرب كام عامل كام ضرب فقيمه الارض كانت كبيره وقيمه الارض اتوزعت ايوه فكان كذا مصدر فتلاقي نتيجه ان كنت الارض اتوزعت في كذا مصدر حصل كميه الارض رجعت صغيره فعملت فرق بين التجمع ده والتجمع ده فتلاقي السيرت يشتغل جميل انت فاهم مش مهندس كده؟ ماشي
يبقى خلاص ماشي كده ده الريستريكت. طب نختبره ازاي بقى؟ لو انا اعمل عاوز اعمل استابيليتي على الـ على الريستريكتد خلاص هيبقى بحن سنجل. لو انا عاملها بالفولتس ميثود طبعا هي في ان انا ممكن اعملها بالكرنت ميثود او ممكن ان انا اعملها بالفولتس كرنت ميثود. ها عملتها انا بالفولت هندسه؟ لا تعمل بالكرنت. عملتها بالكرنت. بالكرنت ان انت ريستريكتد. لا بالكرنت سهله. بالكرنت هتبقى سهله سهل لان الفولت مش هتجيب كنت الامبير قليل كنت الامبير قليل. لا هي بالكرنت سهله. بالكرنت سهله لان ليه؟ لان انا مثلا لو جبت قدام فين المحطه؟ قدام المحطه اهي. لو انا جيت هنا عشان اشوف هنا ريستريكتد مثلا اللي موجود على المحطه هنا في اثنين ريستريكتد. في ريستريكتد ناحيه ال 220 وفي ريستريكتد ناحيه ال 66. لو انا بالكرنت فانا دي متقرض عن طريق سكينه ارضي. في سكينه هنا سكينه الارض موجوده ومتقرض وفي سي تي. يعني هنا ده في سي تي هنا والسي تي ده محمود ما ينفعش اكتب على البتاع دي على الرسمه دي. ماشي بيبقى سكينه الارض بيبقى هنا في سكينه ارضي في النهايه. فرشه صح فرشه ولا ايه؟ السيد عايز خبر السيد هات بنت اهي. ده كده في هنا ارضي كده في دي كده هنا في سي تي وده في ارض. فانت بالكرنت خلاص بتفصل كله وبتحن من هنا مين بتيجي عند انت فين السي تي بتاع الريستريكتد الثاني مثلا هنا. لو السي تي بتاع الريستريكتد الثاني هنا فانت لو جي اي اس بتيجي لسكنه الارض اللي دي وتحن عليها سنجل كرنت على فازه واحده بس خلاص. ولما تحن كرنت على فازه واحده بس بيمشي الكرنت ويرجع في النيوترال ده فده يبقى اكسترنال فولت اكسترنال. فالاستابيليتي تبقى ستيبل هنا صح. طب السنسيتيفيتي احنا هنا ازاي؟ قافل سكينة الارض اللي فين احن من هنا احن من جوه السي تي يعني السي تي ده زي ما هي وشرط وحط الارض ده او ان انا ممكن السيتات اللي هنا دي السي تي اللي هنا ده اشرط السي تي اللي موجود هنا اشرط على 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 الكور بتاعه وخلي نفس الحانه تحت بالظبط وافصل ايه مثلا اطراف ولا حاجه. طبعا دي لا تفضل ازاي مش عارف مش دي بره عشان تجيب البيك اب بالظبط. لا عشان تعرف تعمل بيك اب فتخلي سورس واحد بس من جهه واحده وخلاص. طبعا القصه دي لازم تبقى خلي بالك من متر السيل ان هي تبقى متركبه والمقام اللي هي الاستابلايزنج ريزيستور يعني لازم تبقى فاينل اللي تبقى كل الكومات متركبه وكل حاجه. ده بالكرنت مثل. طب بالفولتج مثل انت مش متعلم 220 ب 220 بتحن هنا على الفازه دي فين السرعه بحن انا 220 سنجل فيز على فازه ار او اس او تي خلاص. وباجي واجي اشرط مش اشرط بقى مكان كده النيوترال متوصل اصلا خلاص. بيبقى الاي اللي ماشي الكرنت اللي ماشي لو عاوز احسبه تعالى هنا في الرسمه فين الرسمه نفسها ارجع كده باجي 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 داخل هنا بسورس 220 على على سنجل سيركت واحده بس صح. عايز بقى اشرط ازاي؟ انا لو دخلت هنا هيبقى ان وايندنج اللي انا واخدها وايندنج الاولى دي بس صح مع الارضي. فكانك انت عامل الكوفلنت سيركت بتاع القصه دي بالشكل الالي وكانك انت ادي المحول جوه ده ستار وده ستار وايندنج كده وده متوصل بالارض. انت حاطط 220 هنا بس على الفازه دي بس ماشي. فالكرنت يمشي ده مع دي
يبقى في اتنين من هنا ومن هنا. ده بره. طب جوه خلاص امسك السي تي اللي هنا شرطه او الجرافيتي بتاعته بحيث ان انت تجيب اللي السنسيتيف ماشي. دلوقتي انت الكرنت اللي هيمر ايه دلوقتي الايه اللي هيمر ايه الكرنت طبعا لما يجي في الحسابات هتلاقي ان انت المفروض احنا بنحسب حسابات عند كومنت كرنت معينه مثلا السيتنج مثلا اللي موجود بتاع المحطه دي 20 ملي امبير والسي تي الموجود كام 2000 ولا كام 2500 صح؟ 2500 فلما 2500 على واحد يبقى ال 20 ملي امبير ده بالنسبه لواحد كام؟ 20 ملي امبير يبقى كانك انت تضرب 20 ملي امبير يبقى 20 ملي امبير يعني 2% في 2500 يعني 50 امبير صح؟ يبقى انت المفروض انك تعمل التيست ده في السنسيتيفيتي تيست مش الاستابيليتي تيست تيست انت كده مش فارق بالنسبه لك فالسيستيفيتي تيست وانت عمال ترفع 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 البرايمر انجكشن اللي انت بتحب بيه على فازه واحده لا احنا بنتكلم مش انا بتكلم عن الفولت مش على الكارنت دي ما خلاص مش ما بنحكم انا انت بتكلم عن الفولت اللي هتعالج بيه 20 برضه لازم يوصل لا 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 شوف طب ثانيه انت ده كنت الفولت لو انا كنت الكارنت 20 فولت على فازه صح لا لازم الفولت يتغير طيب هتبدا تحاول تشرط ناحيه الناحيه الثانيه تشرط ناحيه اللود تبدا عشان تشرط ناحيه الاستابيليتي بتشرط ناحيه مر اللود امبير لان انت كده عامل لود ايوه مش مر كارنت مش همشي الكارنت صح انت عاوز يمشي 20 امبير دي عاوز عاوز تمر قيمه الامبير اللي انت حسبتها في الاستابيليتي بس على فازه واحده تمر في ايه في البرايمر طب ماشي ايوه التشريط ما لا مش قصدي كده انت يعني انا عاوز انت سؤالك عايز تختبر البيك اب ال 20 ولا عايز ساعات الفولت استابيليتي في الفولت استابيليتي الاستابيليتي في الفولت تعملها ازاي ماشي انا جيت هنا لو ستار ستار لو ستار ستار ده ستار هنا صح تمام ده كده فولت وده ستار الناحيه الثانيه تمام خلاص ماشي امسك دي ادي لها ارضي ايوه دي اللي بقولها ودي طب لو دلتا بالفولتج مثلا انت شغلت لا شغلت عشان ما تبقى غازي فاستين ماشي ماشي انو فاستين بقى ده ترجع شغل كله بقى من غير كله من غير يعني انت عشان تتاكد ان الفيكتور بروب صح مره تاني هتشوف الموازي ليها يعني مثلا لو دي واي ان 11 احنا راسمينها هنا دلوقتي صح فين احنا كنا راسمينها هنا دلوقتي هو ان هي انت هتشرط كل المشكله معاك في حاجه شغلت سواء انت عندي فايد عندي لا قصدي انا والكارنت اللي هيمشي يعني بس انا ده عادي ده دلتا ستار 11 كده ده الاي بي سي ماشي وادي ده الاستار ده اسمه ان بي سي لو دلتا ستار لو انا حقنت طبعا انا كده كده ده ريستريكتد فهحي ناحيه الاستار ماشي يبقى كان الفولت انا مشرطه انا بصلاه هنا الكرنت اللي هيمر منين من اي بي فانا لو شرطت اي بي بس انف خلاص لان اي بي ده اللي هتعمل الفازه اي وبي وسي فهضطر كل مره اغير التشريط من هعمل الاستريت دي ايوه ماشي لو هتعمل تاني بس انا يعني دي لو كرنت معمول من هنا انا في تيبل هوريه لك دلوقتي التيبل ده لو الكارنت مش من هنا اسمه اي فهنا المفروض يبقى اي مثلا على جذر 3 وهنا اي على جذر 3 تقدر تحسب قيمه التيار بالظبط مش 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 بتقول هو هيمر كام لا بتبقى عارف انت ان الفازه ايه هيمشي فيها كام امبير والفازه بي هيمشي فيها كام امبير والفازه سي هيمشي فيها كام امبير لما تحن على ايه ولو حنت على البي ان ولو حنت على السي ان هي نفس القصه لو شرطت على الفازه الثالثه معاك هتفرق القيم دي ما هتفرقش خالص يعني الفازه سي هتقرا زيرو يعني الفاز سي في الشكل ده تكرر زيرو طب انت لو صلت على البي ان مثلا هندسه لو صلت على البي ان ايه اللي يحصل البي سي هي اللي تقرا كرنت يبقى اللاين يبقى الكرنت بتاع البي والكرنت بتاع السي يقرا بس الاي ما يقراش هو انت لو عندك محاول ستار لا لو سي ان عندك محاول ستار كان زيرو ستار ستار زيرو يبقى خلاص يبقى كل واحد بالوصول طب لو انا عاوز اعمل السيت من ناحية واحدة بس يعني عملت سيرت من ناحية 220 اقدر في نفس الانجكشن دي اعمل سيرت من ناحية 66 في نفس الانجكشن اللي عملها من ناحية الفولت من ناحية افصل نقطة النيوترا فاهم قصدك لو انا عايز اعملها بي 1 بس افصل نقطة النيوترا
يعني يعني عدل ادي المحول له ستار ستار ده ستار ستار ارث ماشي وده متقرب كده عن طريق سكينه ارض صح وده متقرب الباشمهندس بيقول مثلا انا عندي البرايمر انجكشن باحي منين بس الفولت مش كارن مش فاهم انا مش طيب حتى فولتج مش فارقه افتح ده الارض بتاع ده ماشي لو فتحت الارض بتاع ده مع الفولت اللي انا مش خايف من حاجه اصل الفولت بتاع ده هيعمل لي 220 فولت امبالانس فانت الكليرنس مش هتفرق معاك هنا لان انت جهد مهمل كده بتاعت لو فولتج فانا لما افتح السكينه بتاع دي فالكرنت الباث بس هيبقى من ايه ويقفل سكينه الارض بتاع ده فانت مفيش رجوع من نقطه من الستين اللي موجوده على النيوترون ده يبقى الستين من هنا بس فممكن بنفس الحقنه اعمل الاثنين ريستريكتد بس كده مش هيبقى هيبقى في كرنت يعني او ادي الاستار الاولانيه ماشي وادي الاستار الاولانيه وادي الاستار الاولانيه ورحت انت قلت ان هنا في سكينه ارض اهي ادي في سويتش اهو واي وادي التاني اهو صح ادي التاني وادي التاني وادي ده التاني صح وادي ده في سكينه ارض اهو وراح احنا دخلنا من هنا سورس اهو كده اهو مثلا وده كده رحت انت قفلته هو الكرنت هنا هيمر فين بالموازيات هتلاقي كل فازه توازي اللي قصادها صح كل فازه توازي اللي قصادها بالفيكتور جروب فبالفيكتور جروب هتلاقي الكرنت اللي هنا يمر هنا والكرنت اللي في البي من بي والسي من سي يبقى ده الارض رحت انت شرطت ده قفلت ده الارض كده ماشي بص لو انت هو فين في الكرنت هيمر فوق مفيش كرنت لو دي مفتوح انا بيقول لا اما تشرط اللي هنا اما تشرط اللي هنا خلاص شرط السي دي ده في كرنت هيمر اصلا قصدي في جهد هيمر في جهد هيمر لا ما كرنت هيمر لا هنا مفيش هنا ثم السكينه دي مفتوحه بتاعت الهاي فولتج دي مفيش امبير هيمر فيها ايوه مفيش امبير بس ممكن انا السي دي ده مثلا اقفله اشرطه انا قصدي كبرايمر السكينه دي مش مقفلين هندسه ما خلاص لا لا مقفلين ما خلاص ماشي لما رسمتها دي ما ينفعش بس لو انت قفلت السكينه لا اكيد ليها حل اعمل الفستين يعني اكيد ليها حل وصل على فستين ما بيبقى السنجل لاين تجربه فوق ايوه صح خلاص يبقى ملاش حل نحن من الناحيه الثانيه مش منتظر ايه ليه اتركب من الناحيه الثانيه ما ينفعش لا انا لو مسكت السي دي بحاول طير ده رحت شربته وفين الامبير اللي هيمر اصلا لا اتشرط على الكور بتاع الفولت فين الامبير اللي هيمر ماشي الكور ده سكندري النادي يعني البرايمري ماشي طب فين الامبير بتاع البرايمري هيمر عادي هيمر منين لا بس مش هينفع الكرنت هيتجزا ايوه هيمر منين اصلا الكرنت هيتجزا هيبقى في جزء هنا وفي جزء هنا فاهم هيتجزا فانت شربت من السكندري بس لسه مفتوح طب لو حقنا سي لو حقنا فيس تو فيس طب انا قلت لك كده قلت لي ينفع طب ثانيه بس يعني لسه بنجيب الترايلرز عند ايرورز يمكن تنفع لو حقنا فيس تو فيس 380 هنا داخلين صح فيس تو فيس اصلا هيمر برضه في نفس اللي هناك هيمر في نفس اللي هناك فيس تو فيس برضه كل فازه قصاد الثاني صح لا مش هينفع لازم اعمل ده لوحدي واعمل ده لوحدي لا خلاص بقول لك ده طيب ده كده اللي هو طيب في حاجه ثانيه في التقرير ده في المره الاولى بدل ما تعدى عليه لو انا بحول طيب ده المحاول الاولاني هقول المحاول الثاني بسرعه المحاولة الثانية كان بالنسبة لنا كان دلتا ستار 11 طيب دلتا ستار 11 كان عندنا هتبقى فيها مشكلة في السويتش جير 11 ايه المشكلة في السويتش جير 11 ده محاولة 40 ميجا فولت امبير ماشي وده كيو 1 كيو 2 وده سكينة الارضي وده كيو دوت كيو 52 دلتا ستار 11 40 ميجا فولت امبير وده الجزء الثاني خلاص انا هحل الديفرنشال اول حاجه الديفرنشال يبقى هحل ناحيه مين 66 وهستقبل من ناحيه 11 صح طيب لما اجي اعمل الاستابيليتي لازم ده وده يبقى داخلين في الزوم
فلو قفلت سكينه الارض بتاعه الخليه ال 11 كيلو فولت السويتش جير ال 11 هيبقى السوق الارض ده بتاعه بتاع الانكمر بيبقى قبل السي تي قبل السي تي على دخول الكم على على على, على دخول الكم صح يبقى هيبقى ده قبل السي تي مش بعد السي تي طب اعملها ازاي شرط على السي تي ليه شرط على السي تي ازاي انا عاوز ادخل ده استابيليتي ليش على سكه الاستابيليتي عشان داخل حاطه معايا تعز الاستابيليتي ولا استابيليتي لا استابيليتي في الدفتر تشرط بعد السي تي بعد السي تي بعد السي تي ازاي انت داخل كله بيبقى فيه بريكر بيطلع يخش ماشي انت بتشرط على نقطه البريكر او مطلع بريكر ده على مكان ما البريكر بيرفع ايوه ايوه على الكلام ده بص احيانا بيبقى فيه بس مش انا بعرف بتلاقي فيه ايرسينج بان اللي من فوق في على البار على البار ارسم بس دي لو البار كلها خاليه انا بعمل استبنت والبار شغاله يعني لو البار شغاله خلاص لا لو حاطه جديده لو عارف كنا بنعمل ايه لو البار ميته نعمل ايه بنوصل مفتاح الدخول بتاع المحول ونوصل المفتاح مغذي ونقرض على الارض بتاع المغذي اللي طالع على بره ايوه صح دي بنعملها كده لكن طيب. لو البار خاليه لو البار مش خاليه طيب لو 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 سكنت الارض دي قفلتها قبل السي تي في السنسيتيفيتي خلاص ابدا مش طيب ريستريكتد بقى هنا ولا هنا هنا طيب ريستريكتد ده لو حبيت لو في ريستريكت وحبيت اعمله اختبره اللي هنا ده هختبره ازاي هحل بالكرنت ميثود سهل بالفولت ميثود هدخل بالفولت من هنا وهشرط من هنا الموازي للستار واللي هو التيبل بقى ان انت مثلا المفروض لو انت مررت في الفازه دي بنروح على جزء ثاني واحد على جزء ثالث فده هتحسب الكارنت بالظبط اللي هيمر كده خلاص وتقفل منها يبقى ده الريستريكتد الموجود هنا في الدلتا ستار ان 11 برضو من القصص من الحاجات اللي هنا برضو ازاي انا اختار لو محول المغذيات ال ترفعات الجول المزمن تعمل وضع ايه لو الريلي بتاعك تعمل فيه ايه لو ايه لو الريلي بتاعك بتاع الريستريكتد ستور تعمل فيه ايه لو انا فرقت بس كل حاجه سيب زي ما هي مفيش اي تغيير في الريليهات بتاعه الريستريكتد الريلي بتاع الريستريكتد ستور لو بتحقن جهد مفيش اي تغيير برضو ما تديش كارنت بس ارفع كام اوصل لحد كام مش بترفع انت 220 عندك طب مش بيمرر لك كارنت بيمرر لك كارنت توصل يعني السيتنج بتاع ده السيتنج بتاع في انت قصدك استابيليتي ولا سنسيتيفيتي لا استابيليتي استابيليتي مفيش فيها اي مشكله ان في كارنت هيمر المشكله في السنسيتيفيتي عندك ان انت هتبقى مجبر على تيار مر مش هتقدر تجيب اللي هو مين الباك اب فاليو طبعا لو في بقى فاليك عندك كبير بريتنج كبير طبعا يعني لو في خلاص يعني انت مثلا لو انت حسبت الكرنت اللي هيمر لقيت الكرنت مثلا مثلا في 220 مثلا 6 امبير مثلا فتضرب 6 امبير في 220 فولت يبقى انت محتاج كيلو فولت امبير بتاع اوتو مقداره كام 6 في 220 سنجل فيز لو انت عندك متاح عندك تشوفه كام كيلو فولت امبير وتجيب بس وتحقن بيه تغير بيه الجهد بعد ما توصل للذكر فاليو وخلاص دي لو هتجيب بيه الفولتج مثلا طيب لو محاول ستار ستار لو محاول ميديم فولتج محاولات الميديم فولتج المحاولات الميديم فولتج لازم تقرب ادي ده كده ستار لازم محاولات الميديم فولتج تتقرب عن طريق المقاومه صح المقاومه دي اللي هي الان اي ار ليه دايما شبكه الميديم فولتج لازم دايما ما تنفعش تدخل سوليدلي ارسيد في السيستم بتاعك طبعا يعني هسجل اول في الفيديو ده وهنتكلم في عندنا هنا السول ليه علشان البتاع ده التربه بتاع يعني انا واقف ده ونسجل فيديو اللي هو في ايه فائده الان اي ار في الشبكه عندي وليه بحطها في المحولات في المحولات 6611 ليه في الباور جنريشن بحط هاي امبيدنس ليه في ال 500 بحط سوليد دي ارسل ماشي ولو فتحت ايه المشكله اللي ممكن تحصل السلام عليكم